ملامح خلاف بريطاني أمريكي إزاء الملف اليمني بعد مذكرة أمريكية وزعت لأعضاء مجلس الأمن تقول إن واشنطن غير مستعدة للتحرك بشأن مشروع القرار الذي أعلنت عن تقديمه بريطانيا قبل أكثر من أسبوعين بخصوص هدنة في اليمن. الموقف الأمريكي يرى أن المشروع البريطاني يجب أن يكون لاحقاً لعودة الأطراف اليمنية إلى طاولة المفاوضات التي دعا إليها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث قبل نهاية العام الجاري في السويد. بريطانيا التي وزعت مسودة المشروع على أعضاء المجلس قبل أسبوع لم تحدد موعداً للتصويت عليه، أكدت على لسان المتحدث باسم خارجيتها أن المباحثات بشأن المشروع جارية وسيطرح للتصويت في المرحلة التي تحقق أفضل النتائج لشعب اليمن. ينطلق المشروع البريطاني من أرضية تضم 5 مطالب تقدم بها مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارك لوكوك، تنص على الالتزام بوقف الأعمال العدائية في محافظة الحديدة وإنهاء جميع الهجمات على المناطق السكنية ومناطق المدنيين في كل اليمن، وإنهاء الهجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار على دول المنطقة وعلى المناطق البحرية. ويدعو النص طرفي النزاع أيضاً إلى تسهيل حركة عبور المساعدات الإنسانية من طعام ومياه ووقود وأدوية وغيرها من الواردات الضرورية بإزالة جميع الحواجز الإدارية التي تعيق حركة المساعدات خلال 2 أسبوع من صدور القرار. بين السياسي والإنساني تبدو بوصلة الحل مفقودة، وتستمر معاناة اليمنيين على هامش صراع السيطرة والاستحواذ ورسم خارطة القوى المتصارعة في المنطقة والإقليم. تحذيرات الأمم المتحدة عن المجاعة التي تضرب اليمن وتعزيزها بأرقام الجائعين من النساء والأطفال لم تفلح في تسليط الضوء على حقيقة الأزمة اليمنية وجذور الصراع وآفاق الحل، ولا تكاد أصوات الضحايا أن ترتفع حتى تخنق بدخان الانقسام وتضارب المصالح.